بكم ومرحبا بكم فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول نكمل لكم لي زيكزارسيس ديال البارتي الاخيره من الكور ديال الكونت ناسيونال اللي هو لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتغري. ونكمل نعلمكم كي ديروا تخرجوا دوك العلامات الاستفهام اللي كيكونوا مجهولين في راك الطابلو. دونك عطيتكم واحد الطابلو ايكونوميك انتغري اخر على هذا الشكل، ديما كيكون كيتسطر بهذه الطريقه. دونك عطيتكم لي زوبيراسيون اي لي زاغريغا، عطيتكم ليبارن بروت اللي هو لاغريغا، لوبيراسيون ديال الفورماسيون بروت دو كابيتال فيكس، عطيتكم لا فارياسيون دي ستوك، عطيتكم لاكيسيزيون موان سيسور دوبجي دو فالور، عطيتكم ترانسفيرني دو كابيتال اللي هو ترانسفير دو كابيتال روسي ناقص ترانسفير دو كابيتال فيرسي، كتعطينا ترانسفيرني اون كابيتال، وعطيتكم لا كاباسيتي بلوس او بوزوان موان دو فينونسمون. داكوغ، اذا وعطيتكم لي سيكتور. اول حاجه عطيتكم هنا لي زومبلوا وهاد الجهه ديال لي ريسورس. في لي زومبلوا لي سيكتور اللي عطيتك كاين سوسيتي نون فينانسيي، عطيتك السيكتور ديال سوسيتي فينانسيي، لادمينستراسيون بوبليك اونيتير، الميناج، ليكونومي توتال. انا ديجا قلت لكم هاد لي سيكتور اللي هما ناسيونال المجموع ديالهم كيعطيني ليكونومي توتال اللي هو ليكونومي ماروكين، وهاد ليكونومي توتال غادي نزيد عليه الغيز ديموند، سافا دير عندي ديجا استثمارات اجنبيه يعني خارج البلاد الاكستيريور، ملي تسمعوا الاكستيريور يعني خارج هو الخارج. دونك ملي كنقبط ليكونومي توتال نزيد عليه الغيز ديمون كيعطيني واحد التوتال. دونك هادو عطاهم لك. كذلك بالنسبه لي غوسورس لا ميم شوز، الا لاحظتوا ها هما لا ميم شوز لي سيكتور هنايا، وهادو ديما هما لي كود ديال هاد لي سيكتور او لي زاجون ايكونوميك. دونك فايلا لاحظتوا هنايا ليكونومي توتال لو كود ديالها هو الاس واحد، ولو كود الغيز ديموند هو الاس 2. وانا ديجا الميناج ولادمينستراسيون او سوسيتي فينونسي نون فينونسي قلت لكم هادو لي سيكتور ناسيونال داخلين في ليكونومي توتال، يعني اذا كانت هذه الاس ا اذا لاحظ ان سوسيتي نون فينونسي اس واحد واحد يعني جزء من ذاك ليكونومي توتال، هذاك علاش درنا اس واحد ديال الواحد، سوسيتي فينونسي اس واحد ديال جوج، لادمينستراسيون بيبليك اس واحد ديال ثلاثه، والميناج اس واحد ديال اربعه، يعني مرتبين اس ا اس ا 2 اس ا 3 اس ا 4. لا ميم شوز هنايا لو كود سوسيتي نو فينونسي اس ا ا، سوسيتي فينونسي اس ا 2، لادمينستراسيون اس ا 3، ميناج اس ا 4. علاش اس ا وعاد رقم صافي دير مرتبين؟ حيت ليكونومي توتال لو كود ديالها هو اس ا، وهادو اجزاء من ذاك ليكونومي توتال، والغيز ديموند هي الاس 2، لو كود ديالها هو اس 2 وكيعطيني توتال، والتوتال ديما قلت لكم كتقبط ليكونومي توتال تزيد عليها الغيز ديموند كتعطيك التوتال، وليكونومي توتال هو لا سوم ديال هاد لي سيكتور. وليزاجو ايكونوميك قلنا كاين سوا كيعطيك سوسيتي نو فينونسي سوا فينونسي سوا لادمينستراسيون بيبليك سوا ميناج، يقدر يعطيك اونتربريز، يقدر يعطيك لا بانك، و لادمينستراسيون بيبليك هي سيكتور انستيتيسيونيل. دونك ملي تسمعوا سيكتور انستيتيسيونيل راه هي لادمينستراسيون بيبليك اونيتير، ويقدر يعطيك اونيتي فيكتيف، يعني هادو هما اللي كيتعطاو في ليكزام، سي ساتشي اللي خاصكم تعرفوا. دونك انا عطيتكم هاد الطابلو باش نتعلموا نخرجوا ملي تكون علامات استفهام وحده في الطابلو كيديروا تخرجوها. دونك مزيان، دونك دابا نخرجوا علامات استفهام. اذا الا لاحظنا بالنسبه نبداو اول اغريغا او اوبيراسيون يا لي بارل بروت، غادي نمشي لبلاصه لي غوسوس نلقى بانه كلهم عندي دوني، كلهم معطيين لي يعني في توت لي سيكتور، مي الا جينا نلاحظوا هنا في لي زومبلوا نلقاو بان كاين جوج العلامات استفهام. واخا اذا كاين ليكونومي توتال بالنسبه ل ليبارن بروت شحال، والغيز ديموند، يعني هادو بجوج، يعني السيكتور ديال ليكونومي توتال خاصني نحسب لها ليبارن بروت ديالها، والسيكتور ديال الغيز ديموند خاصني نحسب لها ليبارن بروت ديالها. شنو قلت لكم انا ليكونومي توتال؟ ليكونومي توتال كيكونوا جامعين دوك لي سيكتور ولا لي زاجون ايكونوميك ناسيونال اللي هما الميناج، لادمينستراسيون، سوسيتي فينونسي اي نون فينونسي، وهادو عندي دوني. اذا يكفي انني كنجمع هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه، شحال كتعطيني في ليكونومي توتال؟ كتعطيني 95. اذا كنجمعهم كتعطيني 95، كتعطيني 95. اذا قلنا والغيس ديموند باش كنلقاوها، ديجا العلاقه كتبقى العلاقات، قلنا بان ليكونومي توتال زائد الغيس ديموند كيعطيني التوتال، وانا التوتال عندي دوني، اذا يعني باش نلقى ذاك الغيس ديموند اللي هو جزء من ذاك التوتال كنقبض التوتال اللي هو 95 وكنقسم منه ذاك ليكونومي توتال اللي هي 95. اذا 95 ناقص 95 هي صفر، يعني الغيس ديموند هو صفر، هو صفر.
اذا 95 زائد 0 هي 95. انا لقيت علامه استفهام. بالنسبه للاوبيراسيون الثانيه هي فورماسيون بري دو كابيتال فيكس. اذا هنا غادي نلقى بان كل شيء هنا محدد في لومبلوا. علامه استفهام وحده هي اللي عندي هو انني خاصني نلقى التوتال. يعني دابا بغيت نعلمكم غير منين تكون اطبق هذه القاعده انك ديك علامه استفهام ما تخرجهاش من دوك العلاقات اللي كاينين في لا سيكونس دي كونط او كي العلاقات كي كنديروا نحسبوا لي زاغريغا يعني لي سولد فقط اتخرجوا او استنتجوا هذوك علامات استفهام غير من ديك لي توتو يعني التوتال ديكونومي توتال اللي جا مع دوك لي سيكتور ناسيونال او لي زاجو ايكونوميك ناسيونال وداك التوتال اللي فيه ليكونومي توتال ناسيونال زائد الغيست دي موند. انطلاقا من هاد لي توتو غادي تخرجوا دوك علامات استفهام. عاد غادي نزيدكم اكزرسيس 3 هو اللي غنعطيكم كيدير تخرج من العلاقات عاود باش تزيدوا تدربوا. دابا انا غير كندربكم باش عماكم تبقاو تغلطوا في هاد الجدول. يعني منين يقول لك عما يعني تكون عارف لي تكنيك اللي كتعمر بهم الطابلو. اذا هنايا اذا لاحظتوا ان في الفورماسيون دي كابيتال فيكس صافي لقيناها نو في الفورماسيون دي كابيتال فيكس. اذا عطاك هذه دوني هذه دوني هذه دوني وهذه دوني وهذه دوني عطاك الغيز ديموند دوني اللي هو صفر وجا قال لك عطيني التوتال. شنو هو التوتال؟ انا التوتال شنو هو؟ خاصك تكون عارف غير العلاقات. توتال قلنا كتقبط ليكونومي توتال وتزيد عليه الغيز ديموند كيعطيك التوتال. اذا انا ليكونومي توتال عندي والغيز ديموند عندي بالنسبه بيان سور لوبيراسيون ديال الفورماسيون دي كابيتال فيكس. اذا 98 زائد صفر غتعطيك 98. سي صاو كنكون لقيت الفورماسيون دو كابيتال فيكس يعني لقيت التوتال شحال كيساوي قبضت ليكونومي توتال زدت عليها الغيست ديموند. خلاص هنا الفورماسيون في الغوص ما عطاها لكش كاع. ها هي ما عطاها لكش كاع لاحظتي ما عطاها لكش كاع يعني خاويه مزيان. دابا ندوزو لوبيراسيون الثالثه هي الاكيسيزيون موان سيسو دوبجي دو فالور كي ندير نحسبها. هنا في الغوصوص ما عطاها لكش كاع في لومبلوا نشوف واش عطاها لك ولا لا. قبل عفوا من اكيسيزيون كاينه لا فارياسيون دي ستوك غنشوفو لا فارياسيون دي ستوك. تا لا فارياسيون دي ستوك في الغوصوص ما تعطاتش مي في لومبلوا عطاها لك. ها هو ديجا عطاها لك دوني 0 0 0 ناقص 1 ناقص 1 0 ناقص 1 اذا عطاهم لك كاملين. اذا ما نحسبوهاش صافي دير ما عطاك حتى علامه استفهام. مي فلاكي سي زوما سي سو دوبجي دو فالور عطاك علامه استفهام هنا في لابليكاسيون في لادمينستراسيون بوبليك اونيتير. اذا باش نخرج انا هاد لاكيسيزيون يعني بالنسبه لو سيكتور ادمينستراسيون بوبليك اونيتير شنو ندير؟ انا ديجا قلت لك هاد لادمينستراسيون بوبليك اونيتير هو داخل في ليكونومي توتال وانا ديجا ليكونومي توتال عندي هي صفر وعندي الميناج اللي هو جزء من داك ليكونومي توتال عندي السوسيتي فينونسي اي نو فينونسي بالنسبه لهاد الاكيسيزيون. اذا باش نستنتج هاد العلامه استفهام كنقبض غير داك ليكونومي توتال وننقص منه هاد لي مونطون اللي داخلين في داك التوتال. اذا كنقبض هنايا زيرو كنقص منه زيرو ناقص 0 ناقص 11 هي ناقص 11. اذا هاد لاكيسيزيون تكون كتساوي ناقص 11 ويلا جيت وهنا جمعت هادو يعني 11 زائد 0 زائد ناقص 11 هي 0 زائد 0 زائد 0 اذا تعطيني ليكونومي توتال هي 0. فعلا ها هي كتعطي 0 سي سي يعني 11 زائد 0 11 11 ناقص 11 0 و 0 زائد 0 هي 0 هي ليكونومي توتال. سي سا يعني كيف نقبض انا التوتال اللي كنا متوتال ونقص منه هاد لي مونطون كيعطيني هاد المجهول صافي. دابا بالنسبه للترونسفير ني اون كابيتال اذا بالنسبه لومبلوا ما عطاهلكش ما ولكن الغوصوص عطاه. اذا في الغوصوص عطاك في سوسيتي نو فينونسي جوج بالنسبه لسوسيتي فينونسي ناقص واحد بالنسبه لادمين خاصو بها كنت انت تلقاه الميناج عطاهلك ليكونومي توتال عطاهلك الغيز ديموند عطاه والتوتال يعني لادي اللي هو المجموع ما بين الغيز ديموند ليكونومي توتال حتى هو عطاهلك. اذا كي غادي ندير نحسب هاد العلامة الاستفهام اذا السيكتور د لادمينستراسيون داخل فين في ليكونومي توتال وانا ليكونومي توتال عندي دوني الميناج دوني وسوسيتي فينونسي دوني ونو فينونسي دوني. اذا انت هنا لا ميم شوز كنقبض هاد التوتال زيرو ونقص منو هاد لي مونطون اللي داخلين في داك ليكونومي توتال. زيرو ناقص زيرو هي زيرو زيرو ناقص ناقص كتولي واحد وواحد ناقص جوج هي ناقص واحد. اذا وكندير هنا هي ناقص واحد سي سا. إذا جمعت هادو يعني جوج زائد ناقص واحد هي جوج ناقص واحد هي واحد واحد زائد ناقص واحد واحد ناقص واحد زيرو زيرو زائد زيرو
كتعطي 0 هي ليكونومي توتال، والغيز ديموند 0، اذا 0 زائد 0 كتعطيك التوتال اللي هي ما بين ليكونومي توتال والغيز ديموند هي 0. سي سا. وبقى لي هاد الكاباسيتي ولا البوزوا دو فينانسمون بلوز او موا. اذا الى لاحظت هنايا عطاك في الغوسورس بالنسبه لسوسيتي نو فينونسي وفينونسي وابليكاسيون الميناج دوني، مي قال لك القالي ديال ليكونومي توتال. اذا باش نلقاه كنجمع هاد لي شيفر، حيت هادو باربعه هاد لي سيكتور مجموعين في ليكونومي توتال. 2 زائد 10 12، 12 زائد 5 هي 17، و17 ناقص 19 هي ناقص 2. اذا ناقص 2 هي ليكونومي توتال. اذا وقال لك عطيني الغيز ديموند والتوتال عطاه لك دوني، وانا ديجا هنا انا لقيت ليكونومي توتال هي ناقص 2. وشنو قلت لكم؟ اذا كانت ليكونومي توتال زائد الغيز ديموند هي التوتال، ف شنو هي الغيز ديموند؟ كنقبض ليكونومي توتال، يعني كنقبض داك التوتال ونقص منه ليكونومي توتال. اذا 0 ناقص ناقص 2 هي 2، دونك كنقبض داك التوتال. اذا كان التوتال ايتيغال غيز ديموند بلوس ليكونومي توتال، فشنو هو ليكونومي توتال؟ هو داك التوتال ناقص ليكونومي توتال. 0 ناقص ناقص 2 كتولي هي 2، سي سا. ولاحظ الى جمعت الغيز ديموند مع ليكونومي توتال، ناقص 2 زائد 2 كتعطي صفر، هي هاد التوتال. هادي باش كتزيد تفيغيفي وكيعطيك توتال دي زومبلوا هو توتال دي غوسورس. وهاد لي شيفر اللي كاينين هنا لاحظ هما اللي كاينين، يعني الاساس هو كتفيغيفي بان ليكونومي توتال ديال هادي خاصها تكون هي ديال هادي. دونك ها هي التوتال هنا صفر، ولاحظ حتى هنا التوتال صفر. كذلك هنا قال لك بالنسبه الاكتيف كالكولي هاد ليكونومي توتال، وانا قلت لك ديجا ليكونومي توتال هو المجموع ديال هاد لي سيكتور، يعني ناقص 20 زائد 5 زائد 11 زائد 2. اذا 2 زائد 11 شحال؟ اذا قلنا هي 13، 13 زائد 5 15 هي 18، و 18 ناقص 20 يعني زائد ناقص 20 هي ناقص 2. فعلا انا لقيت ناقص 2، وفتا في الغوسورس لقيت ناقص 2، وناقص 2 زائد 2 للغيز ديموند هي صفر. اذا كيكون توتال دي زومبلوا هو توتال دي غوسورس. اذا انا بالعاني عطيتكم الطابلو فقط باش تعرفوا من تبغي تستنتج انطلاقا داك التوتال ليكونومي توتال ولا التوتال اللي كيجمع لي الغيز ديموند مع ليكونومي توتال، يعني تخرجها غير بهذه الطريقه. يكفي انك تستنتجها غير بهذه الطريقه بلا ما عاد تنوض تحسبها بدوك العلاقات ديال تقول مثلا لي بارن بيغود في ان اكونت كاين، تقول لي كاين في الكونت ديتيليزاسيون، اذا نسطر انا الكونت ديتيليزاسيون ونعرف ذاك لو سولد ديال لي بارن بيغود كي كدير يتحسب، كي كدير يتحسب يعني كتجي وكتقبض داك الغوفوني ديسبونيبل وتنقص منها ديبونز لا كونسوماسيون فينال وكتعطيك داك لي بارن بغيت وبها كتحسب، يعني بامكانك تطبق هاد العلاقه. ولكن من تكون يعني علامه استفهام وحده، يعني ديجا عندك مثلا هو مثلا هنا قال لك عطيني ليكونومي توتال وانت عندك هادو، اذا نيشان حنا كنعرفوا بان ليكونومي توتال جامع هاد لي زاجون، اذا كتجمع غير دوك لي زاجون وكتعطيك ليكونومي توتال بلا ما عاد تنوض تعذب وتخدمها بداك العلاقه ديال لي زاكغيكا. سي سا. كذلك هنايا انا كنعرف بان ليكونومي توتال زائد غيز ديموند هو التوتال، اذا انطلاقا غير من هذه العلاقه نقدر نستنتج ديك العلامات الاستفهام بلا ما نوض عاد نحسب بالعلاقات يعني ونضيع الوقت. سي سا. اذا انا كنعطيكم غير التكنيك، يعني التقنيات اللي تقدروا تمشيو بها في الحساب باش النهار اللي تكونوا في ليكزاما يعني ما تغلطوش في هذا الطابلو. منين تقول كومبليتي لو طابلو، ولا تقول لك مثلا بوغ لا سوسيتي نون فينونسي كالكولي مثلا الفورماسيون دو كابيتال فيكس، يعني ديك العلامات الاستفهام، يعني تعرف الطرق اللي كتكالكولي بها. اذا كانت مثلا غير الفورماسيون بغيت هي اللي ني با دوني، هي اللي انكوني والخوين كلهم كوني، يكفي انك تقبط لو توتال ديال ليكونومي توتال وتنقص منو هاد لي زاجون، غتعطيك المونطون ديال الفورماسيون فيت بالنسبه لسوسيتي نون فينونسي. نيشان كتستنتج غير بهاد الطريقه. انا ديجا قلت لكم يعني في هاد لو تابلو ايكونوميك انتيغري يكفي انكم تكونوا فاهمين داك لا سيكونس دي كونت، يعني تكونوا عارفين الكون دو برودكسيون كي كنديروا نحسبوا به لو سول ديال لا فالور اجوتي فيت بي اي بي، كي كدير تحسب ليكسيدون بغيت، وهادشي انا ديجا عطيتو لكم في الكالكول دي زاكغيكا. اذا كنتو عارفين غير العلاقات انا متاكد وكنتو مبازيين في لا ماكرو ايكونومي، سورتو حيت تحتاجو لا ماكرو ايكونومي في هاد الكونتا ناسيونال، انا متاكد ان يجيكم هادشي ساهل. النصيحه نعطيكم دابا على حساب الفاليداسيون، نتوما بغيتو تفاليديو خدمو غير هادشي باش ما تدوخوش، ولكن النصيحه نقدر نعطيكم منين تفاليديو بزاف ديال ليزيتيديون بحال اللي كيخدموا المواد ديال الايكونومي غير باش يفاليديو بنقطه زوينه، وملي كيفاليديو صافي كينساو داك الموديل. لا، انا ننصحكم انكم تفاليديو تساليو بحثوا على هاد لاكونتابيليتي ناسيونال وفهموها بالشق ديالها النظري، وماشي غير هي
جميع لي موديل، راه ما كاينش شي موديل اللي هو ثانوي، واحد اولي، واحد رئيسي، واحد راه ماشي مهم. لي موديل اللي كتقراو في ايكونومي كلهم مهمين، وسورتو لا كونطابيلتي جينيرال اون دو لا ماكرو ايكونومي، الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي، الكونتا دي سوسيتي، الكونتا اناليتيك، الكونتا ناسيونال. هادو انا كنصحكم، الفيسكاليتي، هادو كلهم انا كنصحكم انكم منين تفاليديو تسالي ان شاء الله وتكونوا في عطله، علاش لا ما تحاولوش يعني تفهموا دوك لي موديل شنو الهدف ديالهم في الاقتصاد وشنو هما يعني، وتعرفوا يعني الشق النظري ديالهم باش تكونوا فاهمين لو موديل، ماشي حافظين، فاهمين، حيت فريمون ينفعكم بزاف في لو مارشي دو ترافاي ديالكم وينفعكم في المسار المهني ديالكم. يعني ماشي تحاول يعني تفهم داك لو موديل غير باش تفاليدي، نو، هذا غلط كيديروه الطلبه، خاص تفهم حيت تحتاجو في الخدمه ديالك من بعد، وتحتاجو في المستقبل ديالك المهني من بعد، وسورتو الماستر. الماستر ك يعني كتولي خاصك تكون كتعرف تحلل المواضيع، وتعرف تحلل يعني تعرف تحلل المواضيع، وتعرف تحلل المسائل ديالك، دونك يعني كيولي داكشي تحليلي. وباش تكتسب هادشي خاصك تفهم لي مودي، ماشي تحفظ، الحفاظه بوحدها ما كافياش، يعني خاصك تحفظ بيان سور لي فورمول، ولكن تفهم كي كيديروا يتوظفوا هاد لي موديل. فالنصيحه اللي نقدر نعطيكم قبل ما نغلق الفيديو وهو انكم منين تفاليديو ان شاء الله بنقيطه زوينه، علاش ما تمشيوش تبحثوا على هاد لي موديل وسورتي لا كونطابيلتي بجميع انواعها على الشق النظري ديالها، وتفهموها يعني تفهموا الهدف ديالها في الاقتصاد، وعلاش كنقراوها عيب مثلا واحد عنده الاجازه في الاقتصاد ومنين تسولو على شنو هو الاقتصاد او شنو هي المسائل اللي كاينه في الاقتصاد ما يعرفش يجاوبك، ما عرفش شنو هو الاقتصاد الكلي من الاقتصاد الجزئي، فهذا غراف بلو غراف. دونك خاصكم تبحثوا على هادشي حيت فريمون غادي تحتاجوه لا في لي ستاج ولا في الماستر ولا في هادشي كله، حيت الماستر كيولي تحليل غالب على الحفاظه وعلى حاجه اخرى. يعني خاصك تتعلم انك تعرف تحلل يعني المسائل ديالك يعني باش تكون انسان ناجح وتمشي بعيد. دونك فهادشي اللي نقد نقول لكم، نتمنى يعجبكم الفيديو، اللي عجبكم ديروا جيم كومونتير وبارطاجيو، وشكرا على التتبع ديالكم.